بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو اليوم سيخص مادة الرياضيات، درس 30 من كتاب المدرسي النجاح في الرياضيات. إذن درس المسائل رقم 5، رسم ومبيانات. إذن أولا سأبدأ بدراسة وضعية الانطلاق. إذن وضعية الانطلاق هي كالتالي: ثمن شراء قميص وسروال 240 درهم. إذا كان ثمن شراء القميص ضعف ثمن شراء السروال، فما هو ثمن كل من القميص والسروال؟ لذلك أستعين بالمبيانات أسفله ثم أجيب عن السؤال. إذن سأستعين بهذه المبيانات لكي أجيب عن السؤال. إذن تمثيل ثمن شراء السروال يمثل بقطعة واحدة، تمثيل ثمن شراء القميص بقطعتين متساويتين كما تلاحظون، تمثيل ثمن شراء القميص والسروال 240 درهم، إذن بثلاث قطع متساوية. إذن للإجابة عن أسئلة الوضعية سأعتمد طريقة الحل العمليات، الحل العمليات. إذن كما تلاحظون في الوضعية لدينا معطيين أساسيين، وهما أولا أن ثمن شراء كل من القميص والسروال و240 درهم، يعني مجموع ديال الثمن ديال السروال والقميص و240 درهم. المعطى الثاني هو أن ثمن شراء القميص يساوي ضعف ثمن شراء السروال. ما معناها؟ أن ثمن ديال شراء السروال مضروب في 2 يساوي ثمن شراء القميص. إذا لاحظ تمثيل ثمن شراء السروال ممثل بقطعة واحدة، إذن تمثيل ثمن شراء القميص ممثل بقطعتين متساويتين، بينما تمثيل ثمن شراء القميص والسروال 240 درهم ممثل بثلاث قطع متساوية. إذن من هنا انطلاقا من هذا من التمثيلات سأنجز عمليات لكي أجيب عن السؤال. إذن أولا ثمن شراء السروال بالدرهم، كيف سأتعرف على ثمن شراء السروال بالدرهم؟ إذن من خلال هذا المعطى ثمن شراء القميص ضعف ثمن شراء السروال، يتبين لي بأنه يجب إنجاز عمليات القسمة. قسمة ماذا على ماذا؟ إذن قسمة 240 على ماذا؟ على 3. سأنجز عملية قسمة 240 مقسومة على ماذا؟ مقسومة على 3. إذن كم تساوي؟ إذن سأنجز العملية عموديا، 240 مقسومة على 3، إذن القسمة الإقليدية 240 كم فيها من 3؟ إذن هنا لدي في المقسوم عليه رقم 1، إذن آخذ رقم 1. 2 مقسومة على 3، إذن 2 أصغر من 3، إذن أضيف رقم آخر فيصبح لدي 24 مقسومة على 3. إذن 24 مقسومة على 3، 24 كم فيها من 3؟ أو كم في 3 يساوي 24؟ تمام، 8. 8 في 3 يساوي 24. 24 أنجزوا عملية الطرح، 4 ناقص 4 يساوي 0، 2 ناقص 2 يساوي 0، أنزل 0. إذن 0 كم فيها من 3؟ إذن يساوي 0. 0 في 3 يساوي 0، 0 ناقص 0 يساوي 0. إذن 80. إذن 80 ماذا؟ 80 درهم. إذن 80 درهم هو ثمن شراء السروال. إذن هنا 80 درهم، 80 درهما هو ثمن شراء السروال. إذا كان ثمن شراء السروال هو 80 درهم، إذن أمثله هنا على التمثيل 80 درهم. إذا كان ثمن شراء السروال 80 درهم، إذن نفس القطعة تساوي 80 درهم. لاحظ 80 درهم وهنا 80 درهم، إذا 80 درهم زائد 80 درهم كم تساوي؟ تساوي 160. أو بطريقة أخرى قلنا بأنه بناء على المعطى الثاني ثمن شراء القميص ضعف ثمن شراء السروال، معناه أن ثمن شراء السروال مضروب في 2 يساوي ثمن شراء القميص. إذا العملية التي سأنجزها لمعرفة ثمن شراء القميص سأنجز عملية الضرب. إذا 80 في ماذا؟ 80 في 2، إذا 80 في 2 كم تساوي؟ تساوي 160، 160 درهم. إذا مثلنا 80 درهم في كل قطعة، إذا 80 زائد 80 تساوي 160. إذا
هنا كذلك 80 درهم، 80 درهم، القطع متساوية، 80 درهم، 80 زائد 80 تساوي 160، زائد 80 تساوي 240 درهم، هو ثمن شراء القميص زائد السروال. إذا كما لاحظتم أن للتمثيلات المبيانية أهمية كبرى في إنجاز المسائل. إذن الآن نمر لإنجاز تمرين تطبيقي في المسائل رقم 5 رسم ومبيانات. والآن التمرين التطبيقي. التمرين التطبيقي هو كالتالي: قررت أسرة السفر من مدينة طنجة إلى مدينة العيون لقضاء عطلة الربيع، ونظرا لأن المسافة بين العيون وطنجة هي 1529 كيلومتر، تم الاتفاق على السفر عبر 3 مراحل. المرحلة الأولى من طنجة إلى الرباط، ومسافتها هي 278 كيلومتر. المرحلة الثانية من الرباط إلى أكادير، وهي التي سنبحث عليها. المرحلة الثالثة من أكادير إلى العيون، ومسافتها هي 649 كيلومتر. السؤال هو: أحسب المسافة بين الرباط وأكادير. إذن سنحسب المسافة الفاصلة ما بين الرباط وأكادير، وذلك بالاستعانة بهذا المبيان. لذلك أتم المبيان أسفله وأستعين به للإجابة عن السؤال. إذن غنكمل هذا المبيان، هو الذي سيمكنني من الإجابة عن السؤال باعتماد جدول الحل العمليات. إذن أولا سنملأ المبيان بالاعتماد على المعطيات. إذن لاحظ أولا المسافة الفاصلة ما بين طنجة والعيون هي ماذا؟ كم تساوي؟ نلاحظ المسافة بين العيون وطنجة تساوي 1529 كيلومتر. إذن سأكتبها 1529 كيلومتر، هذه هي المسافة الإجمالية ما بين طنجة والعيون. الآن ما بين طنجة والرباط، لاحظ المرحلة الأولى ما بين طنجة والرباط 278 كيلومتر، عوضها 278 كيلومتر. إذا المسافة الفاصلة ما بين طنجة والرباط 278 كيلومتر. المسافة ما بين الرباط وأكادير، المسافة ما بين الرباط وأكادير هي اللي كنبحث عليها. المسافة ما بين أكادير والعيون هي المرحلة الثالثة، أكادير العيون 649 كيلومتر. 649 كيلومتر. الآن كيبقى لي المسافة ما بين الرباط وأكادير، هي اللي غنبحث عليها باعتماد جدول الحل العملي. إذا لاحظ الحل هي المسافة الفاصلة ما بين الرباط وأكادير، هي هنا العمليات. إذا لاحظ بأنه عندي المسافة الإجمالية ما بين العيون وطنجة، وعندي المسافة الفاصلة ما بين طنجة والرباط، والمسافة الفاصلة ما بين أكادير والعيون، كيبقى لي المسافة ما بين الرباط وأكادير. إذا شنو غندير؟ ندير عمليتين. أولا عملية الجمع، يعني نجمع المسافتين، هذه المسافة هذه زائد هذه المسافة هذه اللي عندي. ثم العملية الثانية هي عملية الطرح. كيف ذلك؟ هو أنني نطرح المسافة الإجمالية ناقص المجموع ديال هذه المسافتين باش نحصل على المسافة ما بين الرباط وأكادير. إذا على بركة الله. إذا أولا المجموع، إذا 278 زائد ماذا؟ زائد 649، إذا سأنجزها عموديا، إذا كم تساوي؟ إذا سأنجزها عموديا 278 زائد ماذا؟ 649. إذن 8 زائد 9 تساوي 17، اكتبوا 7 واحتفظوا بواحد، 1 زائد 7 يساوي 8، زائد 4 يساوي 12، اكتبوا 2 واحتفظوا بواحد، 1 زائد 2 يساوي 3، زائد 6 يساوي 9، إذن هي 927 كيلومتر، 927 كيلومتر، اكتبها ممكن هنا، نعم. إذا الآن سأنجز العملية الثانية وهي عملية الطرح.
لان قلنا هنا العمليه الاولى اللي هي عمليه الجمع، نمر الان الى عمليه الطرح. اذا عمليه الطرح قلنا نطرحوا المسافه الاجماليه ما بين العين وطنجه ناقص هذا المجموع ديال هذه المسافتين اللي معروفه. اذا 1500 متر و 1529 كيلومتر ناقص ماذا؟ ناقص 927 كيلومتر، كم تساوي؟ إذا هذه اللي غتخرج لي هنا هي المسافة الفاصلة ما بين ماذا؟ ما بين الرباط وأكادير. إذا نجزها عموديا 1529 ناقص 927، دائما في عملية الجمع ولا عملية الطرح لأن الوضع مهم جدا، واحدة تحت الوحدات، عشرة تحت العشرات، مئة تحت المئات إلى غير ذلك. إذن هنا 9 ناقص 7 يساوي 2، 2 ناقص 2 يساوي 0، 5 ناقص 9 لا يمكن، إذن أضيف 10 ونزل 1، إذن 15 ناقص 9 كم تساوي؟ تساوي 6، 1 ناقص 1 يساوي 0، إذن 602 ماذا؟ كيلو متر. إذا 602 كيلو متر هي المسافة الفاصلة ما بين الرباط وأكادير. إذا أكتبها هنا 602 كيلو متر وأكتبها كذلك في الميبيان 602 كيلو متر. إذا وكنكون ساليت التمرين التطبيقي. إذا أعزائي التلاميذ والتلميذات هذا هو درس المسائل رقم 5 رسم وميبيانات. إذا تعرفنا فيه على أهمية المبيانات والرسوم في حل المسائل. إذا أشكركم على التتبع وأدعوكم إلى مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الاشتراك وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.